السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية يا رب. معنا اليوم موضوع سهل، اللي هو موضوع رسم convert a table into a graph. بس هون في عنا بس شغلة، انه شكل التابل الكولومز محطوطين هيك بالطول، مش محطوطين بالعرض. يعني احنا متعودين الطلاب بقول لك اللي من تحت بنحطها من فوق على الواي اكسس، واللي من فوق بنحطها على الاكس اكسس. فلما يكونوا هيك احنا بهمنا الطالب يكون فهمان احنا كيف بينرسم الجراف. احنا قلنا اللي بينحط على الواي اكسس هو الريزلت، ماشي الحال، والفاريبل اللي احنا عم نغيره، او مرات ممكن يكون التايم، يكون الفاريبل نرسمه سهم بس بنحط التايم على الاكس اكسس. او في شيء مثلا مثل هون في عندنا تو كولومز، واحدة percentage of carbon dioxide in the environment، واحدة اي بي حكينا بالفيديو الماضي هي intensity of photosynthesis. هل احنا فينا نغير بايدنا الانتنسيتي اوف فوتوسينثيز؟ لا، بس احنا فينا نغير البرسنتج اوف كربون دايوكسيد ان ذا انفايرمنت. اذا احنا عم نشوف هون بالاكسبيرمنت هذا تاثير البرسنتج اوف كربون دايوكسيد ان ذا انفايرمنت على مين؟ اون ذا انتنسيتي اوف فوتوسينثيز. اذا الريزلت اللي عم نقيسها اللي هي الانتنسيتي اوف فوتوسينثيز هي بدنا نحطها وين؟ على الواي اكسس، والفاريبل اللي احنا عم نغيره بنحطه وين؟ على الاكس اكسس. طبيعي هون كان عم يعمل الاكسبيرمنت، كان هو عم بيزيد كميه السي او 2 ان ذا انفايرمنت، عم بكون عنده كربون دايوكسيد سورس وعم بيزيده وين؟ اراوند ذا بلانتس اللي معه، وعم بيقيس شو انتنسيتي اوف فوتوسينثيز. هلا الانتنسيتي اوف فوتوسينثيز قلنا ممكن تنقاس باكثر من طريقه. انتنسيتي اوف فوتوسينثيز فينا نقيسها بكميه الكربون دايوكسيد ابزوربد، او فينا نقيسها باي ذا فوليوم اوف او 2 ريليزد، ماشي الحال، او فينا نقيسها بكمية الستاش او الاورجانيك ماتيريال اللي اتكونت، فبنقيس الدراي ماس للبلان. تمام، هون احنا مركز هو على عم يوصل للانتنسيتي اوف فوتوسينثيز عن طريق الفوليوم اوف كربون دايوكسيد ابزورب. هلا بنيجي احنا نطلع على الارقام، بنلاقي عندنا 0.03 0.5 0.08 0.16. هلا احنا اخذنا سكيل هون كل ثلاث مربعات صغار، يعني نكبر هون لاحظوا هون كل ثلاث مربعات صغار هن شو 0.02. هلا انتوا على ورقكم، وبعدين 0.04 هنمشي بالاسود، 0.06 0.08 طبعا بتصير 0.1 لا نوصل لاخر رقم احنا ممكن نرسمه. هلا في طلاب بقول لك هل احنا الارقام اللي مش مطلوب مش موجوده بالتابل احنا غلط اذا رسمناها؟ اكيد مش غلط، ما دام انت رسمت سكيل صح بعدين بدك تعين ارقامك معناته اكيد 100% صح. هل انت حبيت تمحين بالاخر ما بدك تخربط؟ مش مشكله، بس مش غلط اذا تركناهن هيك، وانا قصدي تركتن هيك كرمال هالسؤال اللي على طول بيتكرر. في عندنا شغله تانية، نطلع على الواي اكسس، الارقام بتبلش من 11 والسكيل صغير بيناتن، يعني ليك 11 12 15 16 16 16 صار بالفواصل، يعني الاختلافات اللي بتصير. هلا انا الارقام اللي تحت ال 11 كلها ما بتفيدني، ففي عنا طريقه هيك بنعملها، لاحظوا الشحطتين هون على الواي اكسس، ماشي الحال، فينا نعملن ونبلش احنا من الرقم اللي بدنا اياه. انا بلشت من 11، ماشي الحال، هون اخذت كل 8 8 مربعات هن شو 1، يعني ليكو 11 12 13 14 15. فاحنا كل واحد السكيل اللي بناسب رسمتنا بنشتغل عليه. تمام، هل نيجي على اول نقطة 0.03. هلا هون صار شغلة هيني بس نحكيها ما بيأثر، احنا اخذنا 0.02 و 0.04، اكيد بنص شو بتكون 0.03 مع 11.2 بنحطهم بنوصلهم بتطلع عنا اول نقطة. بعدين بنشوف تاني نقطة اللي هي 0.05 و 12.50 نفس الموضوع، هي 0.05 وهي 12.5 0.08 بيطلع عنا الارقام كلياتن. هلا اخر شيء بنوصلن احنا، هلا في عنا، هل احنا عنا بالتابل في نقطة كمان 00؟ كمان في طلاب هون بتخربط فيها 00، ما عندي اياها فما بوصلها. يعني انا مش ضروري كل جراف تروح نبلش من وين، بلشينا من الصفر.
هون اخر شيء علي بنمسك بناخذ مسطره وشو بنساوي وبنوصل نقطنا ب ببعض، بنيجي اول نقطه وثاني نقطه ماشي الحال. طبعا هلا مزبطها عم يطلع معطشين شوي، انا مسويهن ماشي الحال. بنرجع على ماشي، بيطلع معنا شو؟ بيطلع معنا الجراف اللي عندنا هيك. شو ناقصنا بعد؟ ناقصنا سكيل وتايتل. السكيل فيها نكتبه كتاب، يعني اكتب انا on x axis كل 3 divisions هني 0.02، او فيها نرسم مثل الشكل اللي شايفينه انتو، بقيس 3 يعني هون شوي فيه على السريع نساوي. نيجي بنقيس قديش احنا 3 مربعات اخذنا، بنقيس مربع 2 3 هيك ونحط السهم، هذا 0.02 ماشي الحال بيرسنت. هذا بالنسبة للسكيل، طبعا بكون مبين احنا بس هون السكيل، او بنكتبه كتابي تمام. نفس الشيء على الواي اكسس، بس مش بنروح احنا في طلاب لك شو بتساوي، بكون ماخد هو كل 3 مربعات، بيجي بيمسك هيك بيعمل 3 مربعات بس بيروح حط السهم قد 7 مربعات هيك. هذا اكيد مش من وين السكيل، احنا السكيل بنقيسها من هون من اول السهم للسهم الثاني، يعني هذا السكيل مش مزبوط ماشي. بدنا نتنبه هالامور هاي. فينا كمان بعد شو نكتب؟ مش فينا، لازم نكتب شو بعد؟ نكتب التايتل تمام. التايتل هي على طول شو الفاريشن اوف ذا، او مش على طول، هون احنا شو عم نقيس؟ عم نقيس ذا فاريشن اوف ذا انتنسيتي اوف فوتوسينثيسيس اللي هي اكسبريسد ان فوليوم از فانكشن اوف شو ذا بيرسنتج اوف سي او 2 ان ذا انفايرمنت. از فاريشن اوف ذا انتنسيتي اوف فوتوسينثيسيس دي اكسبريسد ان تيرمز اوف ذا فوليوم سي او 2 ابزوربد از فانكشن اوف ذا بيرسنتج اوف CO2 in the environment. هلا بالتصحيح، بالتصحيح فينا مثلا عندنا إذا واحد ما حط اليونت بتروح ناقص ربع، طبعا هون بيرسنت ما فيش يونت، إذا واحد ما حط هاي كلها ناقص نص، إذا واحد ما حط هاي كلها ناقص نص. إذا كان السكيل غلط يا إخوان بياخد صفر أكيد. ليه؟ السكيل غلط. شو يعني السكيل غلط؟ يعني واحد بلش 0.2 اس ثلاث مربع اول مربعين 0.02 ورجع اس ثلاث مربعات 0.5 مثلا، رجع اس ثلاث مربعات طلعت معه 1، هذا السكيل كله غلط فما بياخذ ولا علام. اذا مش حاطين تايتل كمان بيروح لنا نص او ربع حسب البريم، اذا مش حاطين سكيل كمان بيروح لنا نص او ربع حسب البريم، يعني حسب قديش عليه الفرع تقريبا، بالعادي ربع او نص، اذا كان عليها واحد ونص بيروح نص تقريبا هيك. اي غلطتين بالجراف طبعا بدها تروح كلياتها غلط ماشي الحال. هاي بالنسبه للجراف هو فرع جدا هين ومفروض علامته تكون يعني إلنا ناخذها احنا، فبدنا نكون منتبهين خصوصا وقت ما نحط السكيل وقت ما نعين النقاط وما ننسى اليونتس والتايتل تمام. ان شاء الله تكونوا فهمتوه، والله يعطيكم العافيه.